السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا أيها الأعزاء طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، ومع الدرس الأول في التفسير وعلوم القرآن الكريم، فضل القرآن الكريم. هيا بنا أبنائي وبناتي الأعزاء نقرأ الدرس ونشرحه إن شاء الله. كيف نزل القرآن الكريم؟ ومن أركان العقيدة الإيمان بالكتب السماوية، والقرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية التي نزلت من عند الله تعالى على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم كان مكتوبا عند الله تعالى في اللوح المحفوظ، ثم بدأ نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين، واستمر 23 سنة عن طريق أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام. وكل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى إذن أبنائي الأعزاء قال تعالى عن القرآن الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم، سورة الشعراء. وقال تعالى أيضا أبنائي في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم، سورة النجم من 1 لـ 4. ونزلت أول آيات من القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في غار حراء، وكانت من سورة العلق. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم، سورة العلق من 1 لـ 5. حفظ الله تعالى القرآن الكريم. وعد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأنه سيحفظ القرآن الكريم إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم، سورة الحجر آية 9. حفظ الله تبارك وتعالى القرآن في صدر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا علينا جمعه وقرآنه، آية 17 من سورة القيامة. أعان الله تعالى الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياة رسوله صلى الله عليه وسلم، على حفظ القرآن وكتابته لينقلوه إلى العالمين. ننتقل الآن إلى فضائل القرآن الكريم. بعد أن تكلمنا عن حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم بحفظه من إلى يوم القيامة، وحفظه في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر رسول الله، وحفظه في صدور الصحابة، وحفظه في صدور ونقله من الصحابة إلى العالمين الذين يشملون كل الناس الذين سيأتون على وجه الأرض حتى يوم القيامة، يبقى إذن القرآن الكريم محفوظ إلى يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى فضل القرآن الكريم. قراءة القرآن تزيد القلب إيمانا واطمئنانا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم، سورة الرعد آية 28. 2. القرآن يشفع لقارئه يوم القيامة. يبقى من فضائل القرآن الكريم أن القرآن يشفع لقارئه يوم القيامة. قالت صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
صحيح مسلم. رقم 3 من فضائل القرآن الكريم الأجر العظيم لمن يقرأه ويحفظه وعلو مكانته يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، من سنن الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أو منزلك عند آخر آية تقرأها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو داود والترمذي. من واجبنا تجاه القرآن الكريم: 1. القراءة، الحرص على تلاوته مع تطبيق أحكام التجويد. 2. التدبر، التأمل في معاني كلام الله عز وجل وفهمها. 3. الحفظ، حفظ المسلم بعض آيات القرآن واجب لأداء الصلاة، وحافظ القرآن تعلو منزلته عند الله تبارك وتعالى. العمل، اتباع أحكامه والالتزام بأوامره وآدابه، والالتزام بأوامره وآدابه. رقم 5 التعظيم للقرآن الكريم ومحبته. 6 التعلم والتعليم لآيات القرآن الكريم. فضل القرآن الكريم. أبنائي الأعزاء، كما تعلمون أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الأمين جبريل عليه السلام، وهو الروح الأمين كما ذكره الله سبحانه وتعالى. وأبنائي الأعزاء، كما قرأنا في آخر أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الكتب هنا أبنائي هي الكتب السماوية، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم آخرهم. فكما تعلمون أبنائي، القرآن الكريم لن يحرف، والله سبحانه وتعالى توعد بحفظه إلى يوم القيامة. فهنا أبنائي كما تعلمون، وقلنا لكم من قبل أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن الكريم على سن 40 عاما، وهذا القرآن الكريم كان محفوظا عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل إلى السماء الدنيا. يعني هو محفوظ في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك من اللوح المحفوظ نزل إلى السماء الدنيا عندما طبعا أكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سن 40، نزل عليه القرآن الكريم واستمر لمدة 23 عاما. تمام، 23 عاما. وهنا أبنائي الأعزاء بعض الآيات القرآنية التي تبين أن سيدنا جبريل هو الذي أنزل القرآن الكريم على سيدنا محمد، وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. بالروح الأمين هو مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام. على قلب من؟ على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينذر قومه طبعا باللغة العربية، بلسان عربي مبين ظاهر واضح جلي. وقال أيضا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. أي أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتكلم كلام من نفسه، وإنما كل الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من عند الله سبحانه وتعالى وبأمر من الله سبحانه وتعالى. وكانت أول آيات القرآن الكريم التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه أبنائي الأعزاء أول آيات نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف أبنائي بعد ذلك حفظ القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى. وعد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أنه سيحفظ القرآن الكريم في كتاب العزيز، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك حفظ الله تبارك وتعالى القرآن الكريم في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: إن علينا جمعه وقرآنه، لا تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وأعان الله سبحانه وتعالى الصحابة في أنهم كتبوا لنا القرآن الكريم ووصل إلينا وهو موجود إلى الآن من فضائل القرآن الكريم. ننتقل الآن أبنائي من حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم إلى فضائل القرآن الكريم. ما هي فضائل القرآن الكريم أبنائي؟ ما هو الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يقرأ القرآن الكريم ولمن يحفظ القرآن الكريم؟ اسمعوا أبنائي الأعزاء،
الإنسان عندما يقرأ القرآن الكريم يزداد قلبه إيمانا واطمئنانا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تاني حاجة أبنائي من فضائل القرآن الكريم أن القرآن الكريم سيشفع لقارئه يوم القيامة، ويجعله حتى ولو كان يستحق النار يجعله يدخل الجنة بفضل إيه؟ بفضل حفظه لكتاب الله وحفظه لكلام الله وقراءته لكلام الله سبحانه وتعالى، فيشفع له فيدخله الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وطبعا هناك أجر عظيم لمن يقرأ القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى وعد من يقرأ القرآن الكريم أنه سيعلو مكانته يوم القيامة. كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وكذلك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. بعد كده يا ابنائي ننتقل من فضائل القرآن الكريم إلى من واجبنا تجاه القرآن الكريم، يعني واجبنا نحو القرآن الكريم، ماذا نفعل تجاه القرآن الكريم؟ ما واجبنا تجاه القرآن الكريم؟ تعالوا نشوف يا ابنائي: القراءة والتدبر والحفظ والعمل، أربع أشياء أبنائي الأعزاء مرتبطين ببعضهم البعض. القراءة والتدبر والحفظ والعمل. القراءة الحرص على تلاوة القرآن الكريم بالأحكام، التدبر نتأمل في معاني الكلام الله سبحانه وتعالى، الحفظ نحفظه عن ظهر قلب في قلوبنا وعقولنا، العمل نتبع أحكامه والالتزام بأوامره ونسير عليه. ثاني حاجة لازم نعظم القرآن الكريم ونحبه ونتعلمه ونعلمه للأطفال والصغار ولأبنائنا. وكده يا أبنائي نكون انتهينا من هذا الدرس. مرحبا أيها الأعزاء، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله. نبدأ أبنائي الأعزاء حل أنشطة من فضائل القرآن الكريم. نشاط واحد: املأ الفراغات فيما يأتي. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن نقط، في سن كام أبنائي؟ الأربعين، في غار حراء بأول آيات من سورة العلقة. وعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأنه سيحفظ القرآن الكريم إلى يوم القيامة بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. رقم جيم: أعان الله جل وعلا الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقط ونقط لينقلوه لنقط. أعان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن الكريم و كتابته لينقلوه للعالمين. نشاط: واجبك تجاه القرآن الكريم، مما تعلمت اكتب واجبك تجاه القرآن، ومع كل واجب حدد فعلا أول حاجة. طبعا الحرص على تلاوته وتدبره، الحرص على تلاوته وتدبره، الحرص على تلاوته وتدبره. رقم اثنين: التأمل في معاني كلام الله تعالى. رقم ثلاثة: اتباع أحكامه والعمل بما جاء فيه. ننتقل بعد ذلك أبنائي الأعزاء إلى نشاط بيقول لي خطة تلاوة وحفظ القرآن الكريم. بعد ما تعلمته عن فضل القرآن الكريم وعن علو مكانة من يقرؤونه ويسعون لحفظه، صمم خطة تلاوة وحفظ القرآن الشهرية الخاصة بك لتستمر في قراءته وتكون من أهله من خلال كتابة جدول لأيام الأسبوع، وتحدد وقتا لقراءته وتعلقه أمامك ليذكرك بذلك. طبعا أبنائي الأعزاء هذا الجدول بيكون خاص بكل طالب، يعني كل طالب وله طبعا أبنائي ذاكرة معينة وله نظام معين في الحفظ، فهذا الجدول طبعا قد يختلف من شخص لآخر، وخاصة في أرقام وعدد الآيات التي يستطيع حفظها والمراجعة. فلو حددنا أبنائي، أنت طبعا هتجرب في الشهر الأول، إذا وضعت جدول جرب في الشهر الأول، إذا استطعت في حفظ
كلام الله بإتقان وبطريقة جيدة، فعليك في الأسبوع القادم بعده أن أنت تزيد الآيات، وهكذا. إذا استطعت أن عندما تزيد الآيات أن تحفظ هذه الآيات جيدا بظهر قلب وفهم الآيات وتدبرها، في هذه الحالة عليك بتزويد هذه الآيات. ولكن نوضح لكم طريقة وعليكم اتباع مثلها حسب قوة كل تلميذ في الحفظ. فمثلا أبنائي الأعزاء، في الأسبوع الأول في اليوم في الأسبوع الأول في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث والرابع، نحدد لأبنائنا الكرام ونقول مثلا إن احنا نقوم بحفظ أول، طبعا احنا ناويين نحفظ كتاب الله، فهنبدأ مثلا البعض سيبدأ من أول البقرة، يقول من أول القرآن الكريم، والبعض الآخر يقول سأبدأ من أول سورة سورة الناس، كما يحب الشخص، يعني كما يرتاح ويحب. البعض يبدأ من سورة البقرة والبعض الآخر يبدأ من سورة سورة الناس. فليكن مثلا احنا نبدأ من سورة سورة البقرة، نبدأ من سورة البقرة، نبدأ من سورة البقرة. هنبدأ طبعا أول حاجة، أول أسبوع سنقرأ قراءة الجزء الأول. طبعا أول حاجة قبل أن نبدأ بالحفظ إن احنا نعمل عملية قراءة في أول كل أسبوع، يعني في الأسبوع الأول هنقرأ الجزء الأول، في الأسبوع الثاني هنقرأ الجزء الثاني، وفي الأسبوع الرابع الثالث نقرأ الجزء الثالث، وطبعا في الأسبوع اللي بعد كده الرابع نقرأ الجزء الرابع حتى لو كان في سورة آل عمران. المهم في كل أسبوع نقرأ جزء من الأجزاء، يعني نتقدم في القراءة. هذا طبعا له ثواب عظيم بالنسبة للناس اللي هي مش هتحفظ كتاب الله، اللي مش هتحفظ كتاب الله تكتفي بالقراءة، عليها بقراءة كل أسبوع تقرأ الجزء. تحدد عاد الجزء يقسم على الأسبوع 7 أيام، وتشوف هتقرأ كل يوم كم صفحة، هتلاقيها 3 صفحات تقرأها في اليوم، 3 × 7 = 21، والجزء 20 صفحة، يعني 3 صفحات هتقراها في اليوم لحد ما تكمل شهر. هتلاقي نفسك خلصت كام؟ هتلاقي نفسك خلصت خلال الشهر الواحد 4 أجزاء. هذا بالنسبة للقراءة، وأجر القراءة عظيم عند الله سبحانه وتعالى أبنائي الأعزاء، والثواب عظيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن الكريم الحرف الواحد بحسنة، والحسنة بـ10 أمثاله، يعني بـ10 حسنات، الحرف الواحد تقرأه في القرآن الكريم بـ10 حسنات. طيب هذا بالنسبة للقراءة. تعالوا نشوف بالنسبة للحفظ اللي إن شاء الله ربنا يكرمه كده ويحفظ كتاب الله. اللي يحفظ كتاب الله يا ابنائي يحدد لنفسه مثلا حفظ أول 10 آيات من سورة البقرة في الأسبوع الأول، ولا يكتفي بالحفظ فقط، وإنما يستمع إليها صوتيا، سواء من الإذاعة، سواء من الإنترنت، سواء من الراديو، سواء من أي شيء، أو من كاسيت مسجل، أو من الهاتف المحمول، أو من أي صوت من الأصوات القديمة زي المنشاوي والحصري والبنا وعبد الباسط عبد الصمد وكل هؤلاء القراء اللي هم بينطقون القرآن نطقا صحيحا. الأسبوع الثاني يا أبنائي الأعزاء بنحفظ مثلا، احنا اكتفينا من أول 10 آيات، يعني من 1 إلى 10. الأسبوع الثاني نحفظ من 11 لـ21، ثم نستمع إليها صوتيا من المشايخ الكبار، ثم بعد ذلك أبنائي من الأسبوع الثالث من الآية 21 إلى الآية 30 من سورة البقرة. وكذلك أبنائي الأعزاء نيجي في الأسبوع الرابع مثلا ونعمل عملية مراجعة لما تم حفظه من 1 إلى 30 آية. هذا بالنسبة لأبنائي، لأبنائنا طبعا اللي هم متوسطين، اللي هم الحفظ عندهم ضعيف وكده، ممكن الشخص الذي يستطيع أن يحفظ أكثر من ذلك يزود عدد الآيات، فإن يكون مثلا حفظ أو مثلا أول 20 آية في أول أسبوع، وتاني أسبوع يحفظ مثلا لحد 40، وتالت أسبوع لحد 60، ورابع أسبوع مثلا يراجع ويحفظ ممكن تاني، وهكذا يا أبنائي الأعزاء. ده طريقة طريقة حفظ كتاب الله، مع ملاحظة أبنائي إذا قمت باتباع هذا الجدول عليك بالمراجعة، يعني تحفظ وتراجع، تحفظ القرآن الكريم وتراجع القرآن الكريم. لماذا أبناء القرآن الكريم عايز مراجعة؟ لأن القرآن الكريم أبنائي حديث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لو ما راجعش القرآن الكريم، القرآن الكريم هيفلت منه وهينساه ويضيع منه الحفظ القديم
وهكذا يا ابنائي، لان انما القران الكريم عايز المواظبه على الاستمرار. وكده يا ابنائي الاعزاء اكون وصلت معكم لنهايه هذا الدرس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.